شكرا معالي الأخ الرئيس. طلب كان محدد بشط بالمحور الأول من صحيفة الاستجواب لمخالفته للدستور واللائحة الداخلية وأحكام المحكمة الدستورية، وأغناني إخواني مبارك الحريص وفيصل الكندري ونبيل الفضل والدكتور خليل عبد الله عن الخوض في كل هذه المخالفات. إجراءنا اليوم يأتي انسجاماً واتساقاً واستكمالاً لما سرنا عليه في هذه الحكومة والمجلس، أن تكون كل إجراءاتنا ضمن الضوابط الدستورية والقانونية واللائحية. فأرجو معالي الأخ الرئيس بأخذ رأي المجلس بشطب المحور الأول من صحيفة الاستجواب. شكراً معالي الأخ الرئيس. شكراً. لا رجاءً رجاءً دكتور أرجوك أرجوك رجاءً، أنا كان في طلب ببيان أرجوك. لا ثانية لحظة طول بالك. كان في الأخوة الأفاضل، كان في طلب من أحد النواب الأخ فيصل الكندري بأن أتلو عليكم آراء الخبراء الدستوريين. أنا ما أقدر أتلوها كلها لأنها يعني عدة صفحات. لا 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 اسمعني، اسمح لي. فيما يتعلق بالطلب المقدم، الخمس خبراء دستوريين اللي موجودين في المجلس أجمعوا على أن المحور الأول غير دستوري، بل أن البعض زاد على ذلك محاور أخرى. وفيما يتعلق بجواز شطب المحاور الغير دستورية كما كان في السوابق الماضية، من حق المجلس أن يشطب المحاور الغير دستورية أو أي أمر آخر يقرره المجلس. هذا فقط للعلم. الآن راح أصوت على تفضل الأمين العام، راح أصوت على شطب هذا. تفضل. الموافق على شطب المحور يقول موافق، الغير موافق يقول غير موافق. أرجوك بيّنت رأيك دكتور عبد الحميد ودخلتنا بالطوفة. استريح. أحمد حاج لاري غير موافق. أحمد خالد الجسار موافق. أحمد سليمان القضيبي موافق. دكتور أحمد مطيع العازمي موافق. أنس خالد الصالح موافق. دكتور بدر حمد العيسى موافق. جابر مبارك الصباح موافق. جمال حسين العمر موافق. حمدان سالم العازمي غير موافق. حمد سيف الهرشاني موافق. حمود محمد الحمدان موافق. خالد الجراح الصباح موافق. خلف دميثير العنزي موافق. خليل إبراهيم الصالح غير موافق. دكتور خليل عبد الله علي غير موافق. راكان يوسف النصف موافق. روضان عبد العزيز الروضان موافق. سعد علي الرشيدي موافق. سعدون حماد العتيبي موافق. سلطان جدعان الشمري موافق. سلمان صباح الصباح موافق. صالح أحمد عاشور غير موافق. صباح خالد الصباح موافق. طلال سعد الجلال موافق. عادل مساعد الجار الله موافق. الدكتور عبد الحميد عباس دشتي غير موافق. دكتور عبد الرحمن صالح الجيران موافق. عبد الله إبراهيم التميمي غير موافق. عبد الله مرزوق العدواني موافق. عبد الله يوسف المعيوف موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عسكر عويد العنزي موافق. الدكتور علي صالح العمير موافق. الدكتور عودة الرويعي موافق. عيسى أحمد الكندري موافق. فارس سعد العتيبي موافق. فيصل سعود دويسان موافق. فيصل فهد الشايع موافق. فيصل محمد الكندري موافق. كامل محمود العوضي موافق. ماجد موسى المطيري موافق. ماضي محمد الهاجري موافق. مبارك سالم الحريص موافق. محمد خالد الصباح موافق. محمد طنة موافق. محمد عبد الله الصباح موافق. محمد مروي الهدية غير موافق. محمد ناصر البراك موافق. محمد ناصر الجبري موافق. دكتور محمد هادي الحويلة موافق. دكتور منصور فالح الظفيري موافق. نبيل نوري الفضل ممتنع. هند صبيح الصبيح موافقة. ياسر حسن أبل موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع موافق.
مرزوق علي الغانم ممتنع. الحضور 56، موافقة 45، عدم موافقة 9، امتناع 2. إذن موافقة على الطلب المقدم بشطب المحور الأول من الاستجواب.